اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الثانيه من ملعب الاهلي اليوم في هذا اليوم يوم الكبرياء زي ما قلت لحضراتكم. الدكتور احمد ثابت هنتكلم عن اهم الارقام للاعبي نادي سان داونز ولا لاعبي النادي الاهلي. ازيك يا دكتور؟ مشرف منور. الحمد لله، تحياتي لحضرتك وبالتوفيق ان شاء الله النهارده للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. خلينا نتكلم عن يعني انا شايف اشهر 10 هزائم لسان داونز في طبعاً في منذ عام 2012 وحتى الان. طبعا في البدايه لازم التحفيز النفسي المعنوي مهم جدا للعيبه ان انت تبس ان الفرقه دي بتخسر، واحنا قادرين ان شاء الله ان احنا النهارده ننتصر يعني ونرجع ونعمل عوده كويسه باذن الله. الموسيماني ماسكهم طبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت، ماسكهم من سنه 2012. ايوه، فهم معاه خسروا يمكن ليهم 10 هزائم كده مشهوره من سنه 2012 تحديدا. يمكن اخر هزيمه ليهم كانت 2018 22 ابريل، خسروا من فريق في الدوري جنوب في نص نهائي كاس جنوب افريقيا، فريق اسمه مارتسبورغ يونايتد، خسروا منه 3-1. خسروا برضه يوم 13 يناير 2018 من اورلاندو 3-1 في دوري جنوب افريقيا. نعم. في 2016 في كاس العالم للانديه من فريق كوري خسروا 4-1. 2016 23 اغسطس خسروا من انيمبا 3-1. 16 مارس 2016 خسروا في دوري جنوب افريقيا من فريق اسمه سيلتيك، خسروا منه 3-1. و15 ابريل 2015 خسروا منه 5-0. في كام خسروا منه كام؟ 5-0. كام؟ 5-0. تاني. ركلات ترجيح على طول. ماشي. بعد كده في 5 ابريل 2015 خسروا في دوري ابطال افريقيا من مازيمبي 3-1. 27 اغسطس 2014 خسروا من اورلاندو 3-0. 1 مارس 2014 خسروا من ويتس 3-1. 2012 دي كانت اول هزيمه ليهم يعني للمدرب ده تحديدا من اورلاندو 3-1. يمكن دي بعض الهزايم الثقيله اللي هي 3 فيما فوق بتدي بعض الايه يعني ان الفريق ده ان شاء الله ان احنا قادرين، رغم ان هو فريق محترم طبعا وفرقه ثقيله وليها كل وزنها يعني، ولكن ان شاء الله ان احنا قادرين ان احنا ننتصر عليهم باذن الله يا رب ان شاء الله. طيب حاجه بقى نتائج الاهلي الثاني العكس العكس بقى، النادي الاهلي يقدر بقى يدي خمسات وستات باذن الله في افريقيا يعني، ودي حصلت كتير يعني. حصلت في كاس الكؤوس سنه 87 قدام ليوبار 6-0، حصلت سنه 2005 قدام سبورت فيلا 6-0، حصلت سنه 81 قدام نايل براورز 5-0، حصلت قدام كانون ياويندي 83 5-0، حصلت قدام سيمبا السنه دي 2019 5-0، حصلت في قدام سان ميشيل 5-0، حصلت قدام يانج افريكان سنه 82، حصلت قدام الاتحاد الليبي سنه 90 5-0. يمكن دي بعض النتائج ان شاء الله. احمد معلش قبل ما نكمل كلامنا خلينا نروح لتشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا. انا بالنسبه لي اي 11 هيلعبوا يبقوا موجودين، اي 11 ما عنديش اي مشكله. خلينا بس اقول لكم التشكيل الاول: محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي باك يمين، علي معلول باك شمال، ياسر ابراهيم وايمن اشرف اثنين في وسط في قلبي دفاع. اما وسط الملعب حسام عاشور وعمر السليه، ثم رباعي هجومي رباعي ناري في الهجوم، حسين الشحات ناحيه اليمين، رمضان صبحي ناحيه الشمال، جونيور اجاييه، ومن امامه وليد ازارو. مره ثانيه تشكيل النادي الاهلي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي وياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمر السليه ورمضان صبحي وجونيور اجاييه وحسين الشحات ووليد ازارو. تشكيل من وجهه نظر يعني ان هو تشكيل رائع. اي 11 الحقيقه النهارده كانوا هيمثلوا النادي الاهلي، اعتقد ان هم كان هيبقى لهم او كانوا من اول دقيقه لاخر دقيقه هيموتوا نفسهم في الملعب. نكمل كلامنا الاول، تعليقك سريعا على التشكيل. هو الراجل النهارده اللي صارت بيلعب 4-4-2 واضح جدا، وده برده يعني معلول ناحيه الشمال، فتحي ناحيه اليمين، ياسر ابراهيم وايمن اشرف اثنين قلبين دفاع، في النص عاشور والسوليه، ناحيه اليمين وينج يمين حسين الشحات، رمضان صبحي، وقدام اجايو ازارو. الطريقه دي بصراحه طريقه كويسه يعني ان شاء الله تعمل حاجه باذن الله. ليه؟ لان احنا محتاجين النهارده قلب اثنين قدام في رؤوس حربه. ليه؟ لان الفريق النهارده بتاع سان داونز هيلعب بليبرو او هيلعب بارتكاز ثالث. طريقه اللعب هتتغير من 4-4-2. لو عرضنا التشكيل بتاع سان داونز هنلاقي ان هو التشكيل المتوقع بتاعهم، هيلعبوا ب يا اما 3 ارتكاز يا اما ليبرو. يعني التشكيل بتاعهم المتوقع النهارده: اونيانجو، ارانديز، ناسيمينتو، وباك يمين نوجونجا، لانجرمان، مورينا ده اللي هو كان بيلعب جناح يمين، يدخله كارتكاز ثالث. 4 هو دايما في مباراه اللي هي بتبقى في الاياب العوده او بره ملعبه
بيلعب بثلاثة ارتكاز يعني 4-3-3 او يلعب بليبرو يدخل المدافع اللي هو اسمه اللبوسة يلعب بليبرو، فانت هتبقى محتاج راسين حربة. ليه؟ لان هو بيلعب بثلاثة ورا، تمام، فمحتاج راسين حربة تضغط عليهم بالشكل اللي عامله لاسارتي دوت. تمام، نتاج الاهلي احنا وصلنا للريمونتادا بقى. طبعا احنا قلنا النهارده عشان نرجع ان شاء الله، مهم قوي النهارده احراز هدف مبكر في اول ربع ساعه. اي ريمونتادا حصلت او اي 6 اهداف حصلت، لو شفنا الريمونتادا اللي عملها برشلونه قدام باريس سان جيرمان، توقيتات الاهداف تحديدا مهم قوي، توقيتات الاهداف، التوفيق في احراز هدف مبكر سر الفوز النهارده باذن الله. تمام، يعني اول حاجه لويس سواريز جاب جون مع برشلونه في الدقيقه 3، بعد كده هدف عكسي من الباك الشمال بتاع باريس سان جيرمان في الدقيقه 40، نعم، بعد كده ميسي في الدقيقه 50، بعد كده كافاني في ده الباريس سان جيرمان، بعد كده نيمار دا سيلفا، ونيمار دا سيلفا وسيرجيو روبرتو. بس خلي بالك انا اتوقف عند شيء واحد، اولا الهدف اللي جابه كافاني جابه في الدقيقه كام؟ جابه في الدقيقه 62. ده يعمل ايه؟ خلاص يقول ان مفيش ريمونتادا، مفيش ريمونتادا والاحباط غير طبيعي وكذا وكذا. ايه اللي حصل بقى من الدقيقه 88 للدقيقه 95؟ اخر مش يعني هدف ولا اتنين، ثلاث اهداف في اخر 10 في اخر 5 دقائق في الماتش. مع طبعا ما بتكلمش عن الناحيه الفنيه، انا بتكلم على السيناريو عشان بس ما حدش يقول لك اصل طبعا بيشبه مش عارف ايه. لا انا بتكلم على سيناريو. احنا عايزين نعمل يعني لو حضرتك ان احنا نعمل ريمونتادا زي دي، فاحنا مهم قوي توقيت الاهداف مهمه. تمام، يعني مش شرط حتى ان انت تجيب 3 جوان في الشوط الاول، يعني انا بشوف بعض السيناريوهات مش شرط. لا مش شرط، برشلونه جابت جونين في الشوط الاول بس ورجعوا كسبوا 6 برضه. احنا لما عملناها قدام النجم الساحلي، النجم الساحلي قول لنا بقى التوقيتات بسرعه. التوقيتات علي معلول في الدقيقه 2، ازارو في الدقيقه 23، ازارو في الدقيقه 39، فاذا 3 اهداف في الشوط الاول، بعد كده وليد ازارو في الدقيقه 48 في الشوط الثاني، بعد كده حمدي النجاز هدف عكسي في الدقيقه 58، بعد كده رامي ربيعه احنا جبنا 6 اهداف في 63 دقيقه. مظبوط، قدام النجم الساحلي، فدي حاجات ان شاء الله تدينا يعني نوعا من التفاؤل. بعد كده احنا اتكلمنا على التشكيل، التشكيل المتوقع وطريقه اللعب، يا 3 4 3 يا 4 3 3، وهي الاثنين واحد. بمعنى ايه؟ ان هو هيلعب بثلاثه، يعني ثلاثه في الدفاع. تمام، سواء بقى حط الليبرو متقدم او الليبرو الثلاثه فلات على حسب. تمام، تشكيل النادي الاهلي خلاص احنا قلناه. بعد كده في برضو المقارنات، نذكر الناس بيه مره ثانيه: شناوي، علي معلول، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، حسام عاشور، وعمر السوليه، حسين الشحات، رمضان صبحي، وجونيور اجايه، ووليد ازارو امام حضراتكم على الشاشه. في دور مهم جدا النهارده لعمرو السوليه. عمرو السوليه طريقه اللعب 4-4-2 هتتحول ل 4-1-3-2. انا متخيل ان هي هتبقى 4-1-4-1، انا متخيل كده 4-1-3-2، راسين حربه ازارو واجايه وتحتيهم ثلاثه، ماشي، يبقى السوليه في العمق والشحات ناحيه اليمين ورمضان، تمام، ومن وراهم عاشور بيعمل السكريننج، بيعمل التغطيه سواء على الاطراف او على فطريقه كويسه جدا. بس النهارده عمرو السوليه ان شاء الله لو في حالته هيفرق كتير طبعا، هيعمل ان الطريقه بتتحول من 4-4-2 ل 4-1-3-2، يبقى انت بتهاجم بخمسه قدام غير الوينجين لما يطيروا، يعني 7 لعيبه وعاشور بيغطيهم من ورا. تمام، فدي حاجه مهمه جدا. اول مقارنه معانا الاطراف سواء الباك اليمين او الباك الشمال. الباك الشمال علي معلول ولانجرمان. لانجرمان على فكره كان بيقدم بطوله سيئه جدا، هو عمل احسن ماتش ليه في البطوله قدام النادي الاهلي في ماتش الذهاب. يعني معلول لعب 7 مشاركات، احرز هدفين، صنع هدفين. علي معلول اكتر لاعب في النادي الاهلي صنع فرص في البطوله دي، عامل 16 فرصه، عامل كام عرضيه كل 90 دقيقه؟ بيعمل معلول بيديك 5 عرضيات في الماتش الواحد، وده رقم كويس جدا بنسبه نجاح 31%. الراجل الثاني لانجرمان ما صنعش غير هدفين، ولسوء الحظ ان هم كانوا قدامنا في مباراه الذهاب. ارسل كام كره عرضيه لانجرمان؟ يعني معدلاته في الماتش الواحد بيديك 3، يعني حوالي 4 كره عرضيه في الماتش الواحد. طبعا معلول اعلى. لانجرمان صنع 3 فرص بس، معلول صنع 16. عدد التمريرات الطوليه يعني اللي بيحضر الهجمه من تحت، لانجرمان اكتر، بيحضر بنسبه 7.4، معلول 4.5. بالنسبه للدور الدفاعي لانجرمان شتت الكره 15، معلول شتت الكره 9. اذا معلول ارقامه الهجوميه اعلى بكتير من لانجرمان، سواء في معدل ارسالات العرضيات، سواء في صناعه الفرص. معلول النهارده ان شاء الله لو في حالته يفرق معانا كتير جدا، خاصه ان احنا بنلعب براسين حربه وراس مال. راسين حربه كرات عرضيه من الباكات، سواء من علي معلول او من احمد فتحي. تمام، مقارنه اخرى ما بين محمد هاني جونيور اجايه وسيرينو. جونيور اجايه ده طبعا مقارنه مهمه جدا، ده زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت سيرينو كان اخطر لاعب. سيرينو لعب 6 مباريات، احرز هدف وعامل 5 اسيست. اكتر لاعب عامل اسيستات في دوري ابطال افريقيا سيرينو، اللي هو اللاعب اللي من اورجواي عندهم رقم 10. واكتر لاعب في الفرقه صانع فرص عندهم اللي هو صانع 16 فرصه. واجايه طبعا صانع 5، الراجل الثاني راح 14 محاوله،
في المراوغات الناجحه عامل 11، يمكن اجاي في البطوله لسه ما قدمش الاداء المنتظر النهارده، ان شاء الله يقدم الاداء بقى. المهم يقدم، المهم النهارده يقدم. النهارده في نقطه مهمه قوي في سيرينو ونقطه مهمه لاجاي. سيرينو ممكن على فكره لسارت النهارده يكون بادئ باحمد فتحي عشان سيرينو، عشان الجبهه الشمال عندهم قويه، ففضل واحد بخبراته بحيث ان هو يقفلها. الخبرات تفرق بالظبط. تاني حاجه بالنسبه لاجاي، اجاي النهارده هيلعب في العمق. اجاي بقاله فتره في حته الجناح بصراحه مستواه قل شويه، لما يلعب في العمق قد يكون ان شاء الله مستواه يزيد شويه لما يلعب جنب ازارو، اتنين يعملوا ازعاج لاي فرقه باذن الله، ازارو واجاي. تمام، اخر حاجه معانا عمرو السوليه ولونفو كيكانا. طبعا كيكانا ده كابتن الفرقه، وعمرو السوليه طبعا النهارده قلنا ان دوره مهم جدا، ومن هيبقى من اهم اللعيبه باذن الله. 29 سنه كيكانا، 33 سنه. عمرو السوليه لاعب 7 مشاركات، جاب جون واحد، ان شاء الله النهارده يبقى 2 أو 3. صنع فرص السوليه عامل 7 فرص، كيكانا عامل 6. نبص على عدد المحاولات على المرمى بتاع كيكانا هنلاقيه كبير قوي، 16 محاوله بالنسبه للاعب وسط، دليل ان كيكانا ده بيزيد. السوليه عامل 4 محاولات بس. نعم. ولكن ارقام السوليه بقى في الدور الدفاعي ارقام عظيمه جدا، فاز ب 40 التحام ثنائي، شتت الكره اكتر 16 مره، التاكلنج الصحيح بتاع كيكانا اقوى لانه اقوى بدنيا شويه، الاثنين حاصلين على 7 أخطاء. فدي يمكن المقارنه ما بين عمرو السوليه. قلنا ان عمرو السوليه النهارده اهم لعيب في الملعب من وجهه نظري تحديدا، هو اللي هيحول لك طريقه اللعب من 4-4-2 ل 4-1-3-2، وفي نفس الوقت لما يرجع كارتكاز تاني بجنب عاشور عنده دور دفاع مهم جدا. السوليه كل الفرق ان شاء الله النهارده هتدافع وتهاجم، لكن عمرو السوليه اهم لعيب النهارده. تمام، نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. اخيرا رساله سريعه جدا احمد في كلمتين. اهم حاجه عدم احضار الفرص، يعني اي فرصه تجيلك اهم حاجه هدف مبكر، تلعب بروح واصرار وعزيمه، تفتكر ان شاء الله المستحيل ليس اهلاوي ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد، وان شاء الله نتقابل ما بعد المباراه باذن الله، تبقى حاجه كويسه يا رب ان شاء الله. يا رب المنتدى يا رب. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت، تكلمنا عن شويه ارقام واحصائيات فيما يخص النادي الاهلي ومقارناتها ب فريق سان داونز او بعض اللاعبين في فريق سان داونز. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هلتقي بقى الحقيقه مع 3 من النجوم الكبار في الجزء الاخير ما قبل المباراه. النجم الكبير كابتن حماده صدقي المدير الفني لنادي الجونه الحقيقه هيكون معانا النهارده ويشرفنا يكون معانا واحد بقيمه وحجم كابتن حماده صدقي، هنتكلم عن مباراه النادي الاهلي وفريق سان داونز. ايضا النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، ايضا والمحلل الكروي الكبير تامر بدوي. النهارده هذا الثلاثي هنتكلم في كل ما يخص النواحي الفنيه في هذه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه حسني، كابتن تامر بدوي.